دكتور محمد، واحنا بنعمل صنات دلوقتي حضرتك قلت لي ان البيبي راسه تحت ورجليه فوق، بس انا الحموضه ما بتفرقنيش، وماما قالت لي ان الحموضه دي بسبب شعر البيبي، هو ده فين اذا كان راس البيبي تحت؟ طبعا دي من الاسئله المضحكه او الحاجات اللي دايما بنصادفنا اثناء متابعه الحمل. الحموضه اللي بتبقى موجوده اثناء الحمل دي بتبقى بسبب وجود التهاب في جدار المعده نتيجه هرمونات الحمل ونتيجه ضغط البيبي على المعده، وملهاش اي علاقه خالص بشعر البيبي. وان شاء الله يا رب يطلع البيبي بشعر فعلا وما يطلعش من غير شعر، عشان خاطر ما يبقاش بعد التعب والمجهود اللي احنا تعبناه ويطلع من غير شعر. لكن شعر البيبي ليس له اي علاقه بالحموضه، وان شاء الله لما تجيلنا في العياده هنوصف لحضرتك الادويه المطلوبه علشان الحموضه دي تختفي وتاكلي براحتك. ربنا يتم شفاكي على خير وتقومي بالسلامه انت والبيبي. تابعونا في الحلقات الجايه علشان نرد على اسئلتكم واستفساراتكم.